في ذكراه الثالثة بعد المئة، الجيش العراقي يحتفل بعيد تأسيسه ويستذكر بطولاته في الحفاظ على السيادة العراقي وأمنه. بعد تحرك عجلة العمل، الإعمار تعلن عن طوي صفحة المشاريع المتلكئة، وأمانة بغداد تقدم رؤية شاملة لتطوير سريع محمد القاسم. على خلفية تهم فساد، أحكام بالحبس لمديرين بمصرف حكومي بديالة، وخطوات حكومية جادة لملاحقة شبكات الفساد. العدوان على غزة يستمر، ومسلسل الجرائم يتواصل، وحصيلة الخراب تدمير 70% من المنشآت والبنية التحتية للقطاع. حياكم الله واهلا بكم مشاهدينا الى التفاصيل. هنأ رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على ضرورة دعم القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها، وتقدم رشيد في تدوينة له على منصة اكس التهاني والتبريكات إلى أبناء القوات المسلحة البطلة بالذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي الذي يفتخر بهم العراقيون وبتضحياتهم وبانتصاراتهم في الدفاع عن الوطن. وأكد ضرورة دعم القوات المسلحة بجميع تشكيلاتها وتطويرها لتكون درع العراق وحصنه الأمين والضامن لأمن المواطنين والحامي للدولة ومؤسساتها الدستورية. وختم قائلا تحية إجلال لأرواح شهداء الجيش والقوات المسلحة بجميع تشكيلاتها. حضر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني الاستعراض العسكري للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثالثة بعد المئة لتأسيس الجيش العراقي. وأدى القائد العام للقوات المسلحة التحية لوحدات وكراديس من المقاتلين تمثل مختلف صنوف الجيش العراقي والأسلحة المدرعة والتخصيصية وأسلحة الميدان وتشكيلات الأجهزة الأمنية الساندة بمختلف معداتها وقياداتها والقوى البحرية، بينما حلقت في سماء بغداد مختلف طائرات القوى الجوية العراقية ومروحيات طيران الجيش العراقي. كما استعرضت أمام القائد العام للقوات المسلحة وحدات وتشكيلات تمثل ألوية الحشد الشعبي وقوات جهاز مكافحة الإرهاب، وكراديس تمثل مجموعة من وحدات تشكيلات وزارة الداخلية أبرزها قوات الشرطة الاتحادية والردع السريع وكلية الشرطة وباقي القيادات المقاتلة ضمن قواتنا المسلحة البطلة. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم أن المؤسسة العسكرية العراقية تاريخ مفعم بالتضحيات بوجه المشروع الداعشي الظلامي. وقال السيد الحكيم في بيان أنه بفخر واعتزاز نحيي الجيش الباسل بعد الذكرى الثالثة لتأسيسه وتاريخه المفعم بالتضحيات والإنجازات والمواقف البطولية كالذود عن حياض الوطن بوجه المشروع الداعشي الظلامي. وأضاف السيد الحكيم أنه بهذه المناسبة يطيب لنا أن نسطر أسمى عبارات الثقة والاعتزاز والفخر بمقاتلي ومنتسبي جيشنا العراقي المغوار. وتابع السيد الحكيم بأن العراقيين يأملون أن يشاهدوا المؤسسة العسكرية تتربع ضمن الصف الأول لجيش العالم، لا سيما بعد أن دون أبطالها تضحياتهم وبطولاتهم وهم يحاربون الإرهاب ويتصدون ببسالة لكل من تسول له نفسه المساس بوحدة وأرض الوطن. في السادس من كانون الثاني من كل عام يحتفل العراقيون بعيد الجيش العراقي بكافة صنوفه وتشكيلاته، والذي كان له الدور الكبير في تحرير المدن من المجاميع الإرهابية. وشهدت العاصمة بغداد استعراضا للجيش وقدراته العسكرية في البلاد. تقرير صباح حكيمة.
في ذكرى تأسيسه 300 يحتفي العراقيون بعيد جيشهم الباسل الذي سطر أروع ملاحم البطولة والتضحيات، وهو يدافع عن أرض الوطن منذ تأسيسه حتى آخر معاركه التي خاضها ضد مجاميع داعش الإرهابية، حيث كان للجيش العراقي بكافة صنوفه وتشكيلاته الدور الأهم في تحرير المدن من المجاميع الإرهابية. وشهدت العاصمة بغداد استعراضا عسكريا مهيبا استعرض فيه الجيش قدراته العسكرية. اليوم ذكرى عظيمة على قلوبنا هي تأسيس الجيش العراقي الباسل، الذكرى 300. نهنئ قادتنا وأنفسنا والمقاتلين الباسل بهذه المناسبة. نتمنى من الله عز وجل أن يعم الأمن والأمان على ربوع بلدنا الغالي وشعبنا الصابر المجاهد. السادس من كانون الثاني كل عام هو ليس يوم تأسيس الجيش العراقي فقط، بل هو عيد لكل العراقيين والذين يحتفون بجيشهم مستذكرين بطولاته وملاحم النصر والتضحيات الجسيمة التي قدمها الجيش دفاعا عن تراب الوطن، كما ويتجدد الرهان بهذه الذكرى بالقوات المسلحة وفي جبهات متعددة أهمها محاربة الإرهاب وحماية الحدود وحفظ الشعب وممتلكاته وحماية أمنه الداخلي. الجيش هو جزء من الشعب، ولولا وقوف الشعب مع الجيش العراقي لما ينتصر. أكثر الجيوش هي دعمها الأساسي، هي دعمها الروحي، هو دعم العوائل ودعم الأبناء المواطنين بكافة. بنفس الوقت أهنئ أوائل الشهداء الذين سقطوا ضحايا من الجيش العراقي ومن الحشد الشعبي وباقي القوات الأمنية المباركة بكافة أصناف. تمر ذكرى تأسيس الجيش العراقي والمنطقة تمر بظروف استثنائية، حيث أحداث غزة والحرب الدائرة عليها والتطورات التي قد تمضي بالمنطقة ككل إلى أحداث أكثر دموية، وهو ما يتطلب تأمين وتعزيز احتياجات المنظومة العسكرية والأمنية لمواجهة التحديات والأخطار الداخلية أو الخارجية. صباح حكيم، الفرات. هنأ عدد من القادة العسكريين الشعب العراقي ومنتسبي الجيش بمناسبة مرور الذكرى 300 لتأسيس الجيش العراقي، مستذكرين الشهداء الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل العراق ومتمنين الشفاء للجرحى. بارك لجيشنا الباسل ولقيادتنا ولوزارة الدفاع بهذه المناسبة السعيدة. داعين الباري عز وجل أن يحفظ جيشنا وشعبنا وأبناء المؤسسة العسكرية من كل شر، وأن يحفظهم وأن يوفقهم لخدمة البلد والوطن. بارك للعالم أجمع والشعب العراقي أجمع بذكرى تأسيس الجيش العراقي الذكرى 103، ونبارك لجميع القادة والضباط القادة والأعوان بمناسبة ترقيتهم في هذا الجدول 6 كانون، والرحمة والخلود للشهداء. هذا الجيش الذي قدم مختلف المعارك والبطولات في مختلف الساحات العربية والدولية والمحلية، وآخرها ما تحقق هي الانتصارات على عصابات داعش الإرهابية اللي خاض بها الجيش العراقي معارك نيابة عن جميع دول العالم. جيش مضح قدم ما قدم لصون العراق وحضارته وحفظ مقدساته وأهله. جرحى الجيش أكدوا على أن انضمامهم للقوات الأمنية كان للحفاظ على العراق والعراقيين. ليث صلاح والتفاصيل. بمناسبة عيد الجيش العراقي الباسل تستذكر قصص يتجلى من خلالها الثبات على الموقف، وتحضر فيها ذكريات التضحية ما يقرب من 800 جندي من الديوانية جرحوا في معارك الشرف ضد الإرهاب. وكرار واحد من صناع النصر يروي قصة إصابته ويؤكد استعداده لمزيد من التضحيات. بال 2014-13-6 الصوبت طقت علي سيارة مفخخة انفجرت علينا أنا وجماعتي الله يرحمهم استشهدوا، فانضمت للقوات الأمنية على مود دفاع عن الوطن والمقدسات، والوطن عزيز علينا ما نقدر نطبي، وضحينا ولازم نضحي ولا يريد بعد هم نطي
ولا يرد بعد الوطن نبطي. يعني احنا شقل لك ارواحنا كلها للعراق، احنا وعوائلنا واطفالنا. صفاء بطل اخر عاد بذاكرته اعواما ليروي بطولات في مقارعة الارهاب. انضميت الجيش بال 2004 ولحد الان. الصوابت اني 11/7/2018 بجبال حمرين، قاتلنا بالرمادي وقاتلنا بالقائم، ماكو معركة ما شاركنا بيها. حياة صعبة كلش صعبة عشناها، يعني الليالي احنا ما ننام، ليالي لا نوم لا شايفين الراحة، يعني تنام انت بخوتك بسلاحك عندك تنام بيه، يعني وضعيات يعني واحد شو يسولف عنها قليل، كلش قليل. مأساة. حب الوطن والاستقرار البلد والدفاع عن الأرض والمقدسات. تلك التضحيات كان وراءها دافع حب الوطن الذي استمده الأبطال من أرث ممتد من الشجاعة والأقدام. أنا بني طيت عيني وبالجيش بالحرب ومستعد أروحي وأولادي كلهم للجيش فداء للجيش، مفتخران بهذا اليوم. تتعدد قصص التضحية من أجل الوطن، وقد رسخها أبطال نحتفل اليوم بعيدهم لنستذكر بطولاتهم وما بذلوه في مسيرة الدفاع عن الأرض والعرض والمقدسات. من قضاء الشامية في الديوانية، ليث صلاح، الفرات. أسر الشهداء عبروا عن اعتزازهم وفخرهم بتضحية أبنائهم من أجل العراق وحماية أرضه ومقدساته، فيما رأى مراقبون أن الأمة التي تعظم شهدائها وقادتها وتقدم فلذات أكبادها أمة حية ومعطاء. تقرير محمود قاسم. في أرض الرافدين لا يضاهي الجبال الشامخات فيه إلا قبور الشهداء، فالمثنى غاص شوارعها بصورهم والفخر ينتاب من بقي على قيد الفراق. نحن كعوائل شهداء نشعر بالعزة والكرامة والفخر، لأن شهداءنا بذلوا مهجهم وسالت دماءهم من أجل الوطن، وطن المقدسات والمذهب. ونحن كأوائل شهداء مشاريع استشهادية لنصرة الوطن والمذهب إن شاء الله. صور للبطولة ومشاهد للرجولة خلدها التاريخ بعد إن سطر أبناء الوطن عبر عقود من التضحية والبسالة ليحيي العراقيون ذكرى 300 لتأسيس الجيش العراقي. نزيف الدماء، نزيف الشهداء في العراق، هذا دليل على أنه العراق ما زال حيا وما زال حاضرا وما زال رقما قويا في المعادلة الإقليمية. اليوم استمرار سقوط الشهداء هو استمرار لفخر العراق وأبناء العراق. استمرار سقوط الشهداء هذا يدل على أنه هذه الأمة هي أمة واعدة. أنا اليوم نمر على صورة من صور الشهداء بالشارع، بصراحة أحس يقول لي صير رجال شلون من أكون وفي لدماء الشهيد، أنا كموظف أكون نزيه بوظيفتي ومجتهد وفاء لدماء الشهداء، كطبيب أكون طبيب مجتهد وفاء لدماء الشهداء، كشيخ عشيرة أكون صاحب عدل وحق مع أبناء عشيرتي وفاء لدماء الشهداء. حفظ حقوق الشهداء وإنصاف عوائلهم أقل ما يمكن تقديمه اليوم لمن بذلوا أنفسهم قربانا للوطن ومقدساته. من المثنى محمود قاسم، الفرات. أكد وزير الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بنجين رنجاني أن صفحة المشاريع المتلكئة طويت وأعمال الوزارة تسير وفق المخطط. وقال ريجاني خلال متابعته سير العمل لمشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد إن تقدم المشاريع أصبح واقعا ملموسا للمواطنين، وسيتم قريبا افتتاح أولى المشاريع في تقاطع كلية الفنون الجميلة، وبقية المشاريع ستفتتح تباعا خلال العام الحالي. وأضاف أن الأعمال في مشاريع الوزارة مستمرة على مدار الساعة ليلا ونهارا حتى مع أيام العطلة الرسمية، مؤكدا أن صفحة المشاريع المتلكئة طويت والأعمال تسير وفق المخطط لها. مع وصول مشاريع فك الاختناقات المرورية مراحل متقدمة من الإنجاز، كشفت وزارة الإعمار والإسكان بدء العمل بمشاريع جديدة في جانبي الكرخ والرصافة في البلاد. المزيد في سياق هذا التقرير مع حسين.
حسين ياسين. مراحل متقدمة من الإنجاز هو ما وصلت إليه مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد التي تشهد وتيرة عمل متسارعة على مدار الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى إدخالها للخدمة قبل مواعيد التسليم المقررة. مشاريع فك الاختناقات بشكل عام أصبحت هذه المشاريع استثنائية في كل شيء، ومنها نسب الإنجاز، حيث تشهد هذه المشاريع تصاعد في نسب الإنجاز. في بعض المشاريع تجاوز نسب الإنجاز الفعلية، نسب الإنجاز المخطط لها. نحن نتكلم على ما يقارب 20% 10% حسب نوع المشروع، حسب موقع وحسب ظروف المشروع. فيما يخص مشروع ساحتي عدن وصنعاء، العمل يجري به على قدم وساق وبتيرة متصاعدة على مدار 24 ساعة. ومن الجوانب المهمة التي رافقت العمل حرص الشركات المنفذة على الفحص المختبري لجميع المواد المستخدمة لتتلائم مع مختلف المناخات والظروف والقدرة على التحمل، والمحصلة الخروج بمشاريع نوعية. كمواصفات الشركة ملتزمة دائما بالمواصفات الفنية كسرعة في الإنجاز وكعمل متواصل. طبعا المواد اللي داخلة في أعمال البناء هي كلها ذات مواصفات مطابقة للشروط الأساسية ومصادق عليها من طرق الجسور. يوجد مختبرات للفحص مخصصة لهذه الأمور لفحص جميع المواد المستوردة وغير المستوردة. في الأثناء كشفت وزارة الإعمار عن بدء العمل بمشروع جديد مطلع الأسبوع القادم، ليضاف إلى المشاريع الجاري العمل بها في جانبي الكرخ والرصافة، ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه الحكومة إلى إطلاق الحزمة الثالثة من مشاريعها الخدمية في بغداد والمحافظات الأخرى. ومن المقرر إدخال عدد من مشاريع فك الاختناقات المرورية إلى الخدمة منتصف العام الجاري، والتي ستساهم وفق مختصين في التقليل من الزخم المروري الحاصل في العاصمة إلى حد كبير. حسين ياسين، الفرات، بغداد. بحث أمين بغداد عمار موسى كاظم مع إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة تطوير وصيانة طريق محمد القاسم للمرور السريع، وذكر بيان للأمانة أن الأمين ناقش مع إحدى الشركات المتخصصة رؤية أمانة بغداد حول صيانة وتطوير طريق محمد القاسم للمرور السريع، مضيفا أن الاجتماع بحث التصاميم الجديدة المقترحة لتوسعة الطريق وزيادة كفاءته واستيعابه لأعداد أكبر من الآليات، عبر إضافة خطوط مرور جديدة وكذلك أعمال الصيانة المقترحة على عدد من مفاصله المهمة والتي تشمل المجسرات والتقاطعات واستبدال السياج الواقي والإنارة وإعادة الإكساء وجسور المشاة وغيرها. هذا وأكد أمين بغداد عمار موسى كاظم أن مجلس الوزراء وافق على إدراج مشروع مترو بغداد ضمن الموازنة الخاصة للأمانة، وسيتم بوقت قريب التعاقد مع شركة استشارية للبدء بمتطلبات المشروع. وقال كاظم إنه ضمن التوجيهات الحكومية لرئيس الوزراء تواصل أمانة بغداد عملها المستمر لتنفيذ العديد من المشاريع الخدمية ضمن حدود العاصمة بغداد في قطاع الماء والصرف الصحي والإكساء والمساحات الخضراء، مضيفا أن من بين تلك المشاريع مشروع مترو بغداد، حيث سيتم التعاقد مع شركة استشارية للبدء بمتطلبات المشروع. وتابع كاظم أن العقود السابقة لم تلغى، لافتا إلى أنه سيغطي 80% من مساحة العاصمة بغداد ليكون مشروعا متكاملا في جانبي الكرخ والرصافة، وسيحل مشكلة النقل في بغداد. في ميسان يتواصل العمل بمشروع مجسر البتيرة ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية في المحافظة. مواطنون من جانبهم أبدوا ارتياحهم لما تنفذه الحكومة من مشاريع خدمية خاصة في مجال الطرق. تقرير أحمد السدخان. بكلفة تصل إلى 40 مليار دينار يتواصل العمل في تنفيذ مشروع مجسر تقاطع البتيرة في ميسان، والذي يعتبر من المشاريع المهمة للحد من الاختناقات المرورية خصوصا في مواسم الزيارات باتجاه العتبات المقدسة.
من المشاريع المهمة والاستراتيجية ضمن مشاريع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حيث يعمل هذا المشروع على فك الاختناقات المرورية في منطقة تقاطع ملعب ميسان الدولي اللي يربط أربع مناطق في مدينة العمارة، وهي قطاع 30 وحي الخضراء وحي المعلمين القديم وحي الخليج، وكذلك يعتبر من طريق مهم وحيوي لطريق الزوار. العملية معقدة عندنا باتجاهين، الأولى هي المحافظة على الخدمات المقدمة للأهالي، والنقطة الثانية شلون أنه ما نأثر على حركة السيارات وأثناء أعمالنا. حقيقة هذا تحدي كبير جدا، والحمد لله الحمد لله لحد هاللحظة احنا نقدر نقول ناجحين بهالموضوع 100%. المشروع الذي وصلت نسب الإنجاز فيه إلى 46% يؤكد المواطنون على دوره الكبير في حال إنجازه في تنظيم حركة السير وتسهيل التنقل بين المناطق، فضلا عن أهميته من الناحية العمرانية. هذا المجسر راح يعطي جمالية للمحافظة، يقلل من الازدحامات والزخم المروري، وراح يساعد على التنقل بسهولة بالمحافظة، وهذا يربط لنا أربع مناطق، راح يسهل التنقل بين هذه المناطق من منطقة إلى أخرى. اليوم من الضروري أنه نشوف حركة عمرانية داخل المحافظة، مثل هيك مجسر احنا يعني سكان محافظة ميسان أكيد فرحين بالتخطيط بالتصميم بنسب الإنجاز اللي جاي نشوفها. الجسر حيوي، هو يربط بين الطريق اللي يربط بالحولي مو الطريق الرئيسي ويتوجه إلى جسر الزهور، أتوقع هو هذا راح يكون إلى عمل، راح يفك الكثير من الاختناقات بالمحافظة. نتمنى أن تكون كثير من المجسرات يعني أسوة ببغداد. يتواصل العمل في مجسرات طريق البتيرة والتي ستسهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية في هذه المنطقة، فضلا عن تنظيم حركة السير. أحمد السدخان، الفرات، ميسان. أعلنت هيئة النزاهة صدور قرار حكومي حضوري، حكم حضوري بين يبين بالحبس على مديرين في مصرف حكومي بمحافظة ديالى لارتكابهما جريمة اختلاس مبالغ مالية. وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أن محكمة جنايات ديالى أصدرت قرار حكم حضوري بالحبس الشديد لمدة سنتين على المدير السابق للمصرف الزراعي فرع هبهب لإقدامه على اختلاس مبلغ أكثر من 12 مليون دينار. كما أصدرت المحكمة ذاتها قرار حكم حضوري بالحبس لمدة سنة واحدة بحق مديرة المصرف الزراعي في بلدوس سابقا لقيامها باختلاس أقساط قرض بمبلغ 32 مليون دينار. وأصدرت المحكمة قراري الإدانة بعد إطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضيتين. منذ تشكيلها تواصل حكومة السودان وبخطوات متتالية مكافحة الفساد المالي والإداري عبر سلسلة إجراءات وصفها مراقبون بالمهمة، في مؤكدين أن محاكمة المفسدين ستسهم في الاستقرار والنمو الاقتصادي في البلاد. أحمد الزيدي والتفاصيل. بخطوات ثابتة ما تزال هيئة النزاهة تضرب مافيات الفساد وتفتح ملفات سرقة المال العام الكبيرة عبر إجراءاتها الساعية للقضاء على هذه الآفة التي أنهكت الاقتصاد الوطني وعطلت عملية النمو في البلاد. فمنذ انطلاقة حكومة السودان والنزاهة تفتح الملف تلو الآخر تطبيقا للبرنامج الحكومي الذي وضع مكافحة الفساد والقضاء عليه في أعلى سلم الأولويات، وما نتج عنه الكشف عن سرقات خيالية ورؤوس كبيرة كانت قد استغلت المناصب لسرقة قوت العراقيين. مكافحة الفساد هي ليس من مهام الجهات الرقابية وحدها فقط، ومن ضمنها هيئة النزاهة. المسؤول على مكافحة الفساد هي جميع المجتمع، من ضمنهم منظمات المجتمع المدني، وسائل الإعلام، المنظمات الدينية. أما في الوزارات فإن المسؤول الوحيد على مكافحة الفساد في الوزارة هو الوزير،
الوزير هو من يضع الخطط والآليات لمكافحة الفساد في وزارته. جرائم استحواذ على عقارات بالمليارات وعمليات سرقة واستنزاف للمال العام وجرائم أخرى تم الكشف عنها مع أوامر قبض بحق مسؤولين حكوميين كبار متورطين بالفساد كانت حصيلة جهود النزاهة مؤخرا، وهي ما يراها مراقبون بالخطوات المهمة والجريئة في سبيل القضاء على هذه الآفة التي أنهكت الموازنات وعطلت البلاد. لا تطور ولا تنمية ولا استقرار في العراق ما دام الفساد موجود، فلهذا نقول بأنه يجب أن تكون هنالك إجراءات وقائية، وحتى أن المواطن هو مسؤول عن الفساد، يجب إخبار كثير من الحالات عن الفساد لأنه هو يتحمل جزء من المسؤولية وليس فقط الحكومة، فلهذا يجب أن تكون هنالك توعية وتثقيف. فيما يؤكد خبراء على أن استمرار الإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد الإداري والمالي كفيلة بتحقيق النمو الاقتصادي والعمراني في البلاد وإخراج المواطن من دوامة الأزمات الاقتصادية التي أنهكته. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد. وصلنا إياكم مشاهدينا لختام المرصد الخبري، شكرا لكم وإلى اللقاء.